اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو حابب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فادي عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يجي لك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. الو الو، مش مصدق والله. يوسف، ازيك يا يوسف؟ ازيك يا فادي؟ والله جاهز متابعك من 10000 مشترك حبيبي يوسف. جاهز ومحدث اللعبه وكده؟ ايوه جاهز، كل تمام. فتحت. طيب هشوف اتنين كمان. انا عندك في الاصدقاء احمد سيكو. الو، ايه ده؟ ايوه احمد. فادي، ازيك احمد؟ جاهز هتلعب؟ انا بقالي زين بس مالك ايه؟ قاعد لبكره بس انا معاك. لا سافج اهو، سافج محمد ده جاهز. الو سافج محمد. انا فادي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انت جاهز ومحدث اللعبة وتمام؟ انا بلعب اللعبة. طب خلاص يلا يلا يا جدعان. تبدأ انتو، تبدأ انتو البارتي. انتو بعتولي لك يعملوا سكواد عشان احكي كتير. طب ثواني ارقص انا كمان. يلا اهو رقصة النبات دي بيسموها رقصة النبات بتاعتي دي. يلا انت راجل محبه كويس، ولا انت تلعب بالاسكت؟ ايه اللي حصل؟ يلا يا جماعه تستري ده. ايه ده، في ايه؟ انت قلبت رائد فضاء يا يوسف. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه؟ بقول لكم هاتوا اللي فيها الزومبي. ها اوكي، اللي هو الجيم اللي انا اللي عاجبني شكل الاتوبيس. لذيذ قوي. هقول لكم اختارنا بقى المره دي في داستي ديفوت. ماشي، مره ولا من جوه؟ من جوه. يعني ايه من بره ومن جوه؟ ما في حته تانية جوه بره عند الشجر نطيته. ايوه انا بس عشان انزل. انا نازل. ايه ده في واحد نزل ورا نار. ايه ده؟ انا تعرف انزل معايا. اوعى تنزل الشجر، هو كده في طيران، لكن برضه نزلت الشجرة. انا عايز اجمع بقى اي حاجة، عايز اجيب اي اسلحة اي حاجة. ايه ده؟ شست اهو، خدت سلاح، خدت سلاح. تعالى فادي، خد واحد كمان، خد الاكل، هات الاكل اهو. تعالى فادي، خد السلاح ده حلو قوي. تعالى ده معاك ايه؟ وفي حد ينزل معانا صح؟ في الجن هنا اللي عاوزه، مفيش الجن عاوزه. ده 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 كومبات اس ام جي. ايوه ده شكله، تصدق اول مره امسك السلاح ده جميل. خلص الشوطه ماشي فادي. صح، انا بضرب كده اكشف مكاننا. حلو استعني معاك. لا مش مهم، لكن عشان الرصاص. انا هاخد الشوت جان دي. في حد نزل عندنا يا جدعان؟ مش عارف، انا ما شفتش بصراحه. لا ما خشب، انا سامع صوت زومبي. انا بخاف من الزومبي يا جدعان. الزومبي ده لما تبقى في مكانك يقوم جاي لك قوي، جاي لك. انا سامع صوت زومبي. فين ده؟ ايه ده اهي؟ لقيتهم؟ لقيت البيت بتاع الزومبي. يلا نكسره. اهو. شوف برضه بضربه بشوت، ده انا بضربه بشوت جن. فادي فادي خد فادي خد. استنى اكسره لهم. خد السيل ده عشان ما يقتلوك. اشرب يا فادي الشد اللي هو الدولة. اشرب بقى. انا بس يا جدعان نجمع بتاع ده ماتيريالز موارد وحاجات. كسرته. هو في مواد يا فادي كده. ماشي. في شيلد هناك كده. حلو انا رايح عليها. لازم افادي. هو بيبقى في بيوت زومبي كتير؟ بيبقى في بيوت كتير للزومبي؟ ايوه ده ممكن يطلع لك قدامك كده مره واحده. اوف، مش ناوي تتعلم البناء يا فادي؟ والله انا البناء ده اكتر مشكله عندي في اللعبه، هي البناء دي اسهل حاجه في اللعبه.
ميدان يلا حيزو عندنا صح؟ اي تمام. طيب انتو راح نفين كده ايه ده تاني؟ ايه ده ده بيت بيت زومبي تاني الثاني تبع عليك رفتور خلص مش طلع يا جدعان طيب خد السلاح التابع ده اللي معايا فجرنا ايه ده السلاح الحلو ده مين اللي رمى السلاح ده انا انا اللي رميت ايه ده مشروم مشروم لا بس انا 100% هيلث بعد انت كل ما تقتل الزومبي هيديك شيلد تمام انا 100% شيلد 100% صحة يلا نفايب بقى جدعان يلا يلا هينا ايه ده مين اللي بني مين اللي بني السلم الطويل ده ده انا عشان دوك كتير عادي من غير لانسبات بقول لكم ان كسر شجره يكسرها كلها مش مهم احنا كده كده هندخل فايت فيكسرها كلها بدل القرف ده عشان بلاقيها في ناس عندي في ناس عندي في ناس عندي تعالى في ناس عندي اجيلك ثبت ثبت هو فوق الجبل اللي هناك ده زومبي ده اذا اسلحتي فضت لي كده نط فين فين الاعداء الاعداء على الجبل الاعداء على الجبل انا واخدين على الجراوند يعني دول جم ولا مين اللي بيتكلم انا 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 معايا اسلحه فاضيه انا معايا اسلحه فاضيه قوم 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 يا جدعان ممكن تعالى معايا هيب سنايبر معايا هيب سنايبر ماشي انا جاب بس أنا قدامك يا يوسف قدامك انا طلع لكم اهو عند 300 يعني ولا فين لا ويست عند كروفيد اريا بس هو طار يعني تعال كده ايه ده زومبي زومبي في بيتك زومبي اخي ام حاجه ان الزومبي قلت لك بخاف منه يا انا 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 جف وشي انا جف وشي زومبي فجاه ما فوق لا لا كل دول يا جدعان انتوا شايفين ايوه ماما دول ده البيب بتاعهم في واحد عندك يا جدعان تعالى فادي تعالى معايا يلا عليه يلا عليه يلا طلع فادي طب انا تعالى طب انا اخلص اسلحتي على الزومبي يا عم الزومبي تعالى انقذني روح لهم بس يلا 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 انا بموت يا جدعان يلا ايه ده يا جدعان؟ موتوا مبادي يا عم دول موت مين؟ ايه ده انا اختفيت اختفيت وظهرت تاني محمد انا ايه ده؟ يلا اعرف انا اعمل لكم هجوم يا عم ار بي جي يلا ار بي جي يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ الزومبي ده الزومبي ايه ده الزومبي نفخونا الزومبي ده ايه بساوي مع حد يا جدعان ما نروحش المكان ده تاني نبقى نقعد بعيد عن الزومبي ايه ده جالي انلوك ايديت ريتش التاير 6 وان ايتم هاز بين دي رقصه دي ولا ايه مش عارف استنى كده اتفتحت لي رقصة لا دي مش رقصة حتى ما اعرف باي باي بيها الواحد ما اعرفش دي ايه طب يلا ريدي يلا ريدي يا جدعان ايه الرقصة دي يا جماعة الا الليفلات الليفلات لازمتها ايه بتديك رقصات مثلا اي حاجة طب ما انا ليفل 10 ما طلعليش حاجه خالص على الغد دلوقتي انا ليفل 5 طب انت طاير كام انت عارف انت طاير كام طاير هو كان كتب لي الوقت طاير 6 طاير 12 طاير 6 انا طاير دلوقتي 39 فادي الرقصه دي هتجيلك لو امنت حسابك في ايبك جيمز
هتجيلك الرقصه دي تاكيد يعني بالبريد الالكتروني. ايوه اللي هي الرقصه اللي هي اللي هي بتاعت الذئب. لا لا وريتها لك لان كنت برقص. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. عشان تعرف تشوف فيديوهات الجايه بكل سهوله كل المطلوب منك هو انك تعمل اشتراك عن طريق ان انت هتروح على الزر الاحمر اللي اسمه اشتراك هتدوس على الزرار دوت يبقى انت كده اشتركت في القناه. لكن مازال في خطوه مهمه قوي ناقصه لازم تعملها وهي انك تدوس على زرار الجرس عشان يجيلك اشعارات بكل جديد. واتمنى لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو عشان تساعدني ان القناه بتاعتي تتطور وبالتالي اقدم محتوى احسن. وشكرا جدا ليكم والى لقاء اخر في فيديو جديد.